هاي إيفريوان، اسمي جلنار حنا من مجلة يقظة أصغرتا. درست الفنون التشكيلية بالجامعة اللبنانية فرع طرابلس، ومن بعدها كملت ماستر بحثي باختصاص الفنون المقدسة بجامعة الروح القدس الكاثوليك. شاركت بعدة معارض جماعية وسيمبوزيوم. أكيد خلال هيدي المرحلة كنت عم طور أسلوبي الفني لحد ما صرت فنانة تجريدية. حبيت إني شارك بالكومبيتيشن يلي نظمتها World Art Collective Incubator، يلي من خلالها رح تتعرفوا على أسلوبي الفني بتجربة فنية فريدة من نوعها. إن شاء الله تحبوها وتنال إعجابكم.